مشاهدينا، قراءة في إحصائيات المواجهة بين الجزائر وبوركينا فاسو. المنتخب الجزائري بلغة الأرقام تفوق في كل شيء، في نسبة الاستحواذ 64% نسبة الاستحواذ مقابل 35.7 لبوركينا فاسو. الصراعات الهوائية أيضا نسبة لا تقارن بين المنتخبين، 77 بالنسبة للجزائر. التسلل لكل منتخب، الركنيات 4 ركنيات للمنتخب الجزائري. التمريرات أيضا 425 تمريرة بالنسبة للمنتخب الجزائري، تقريبا ضعف تمريرات منتخب بوركينا فاسو. التسديدات المؤطرة داخل الإطار، يعني 4 تسديدات للمنتخب الجزائري كللت بهدفين. إذا المنتخب فوزي بلغة الأرقام كان الأفضل، يعني لما تشوف هذه الإحصائيات ربما تعكس ما حدث فوق أرضية الميدان، رغم النقائص التي أكيد سنفصل في تحليلها بعد قليل. خالد، الاحصائيات كاع اللي قلتهم كانوا بالنسبه للمنتخب، منتخبنا اكيد، ولكن ما شفناش في الميدان، ما شفناش من الميدان. وعلاش؟ ديجا كما قال لك الحظ كان معنا، وين بونجاح سجل الهدف الثاني، رغم لو كان ماشي بونجاح اثر ركنيه، بالك المقابله رانا خسرناها. ولو كان خسرنا المقابله ماناش نتكلموا هذا الكلام، رانا نتكلم كلام اخر بنقطه واحده، يقعد لك مقابله الاخرى ولازم حتى في المركز الثالث صعب. يعطيك الصحة، معناتها اليوم نشوفوا باللي رغم يكون عندك الإحصائيات من جانبك تقدر تضيع مباراة اللي كانت بالنسبة لي أنايا كنا قادرين نكونوا أفضل ونسجلوا في الفرص اللي طلعت. لكن الإحصائيات عندها دلالة، ممكن نختلف معاه في مستوى، أكيد عندها دلالة، يعني لما تستحوذ على الكرة فوزي، لما تسدد أكثر، لما تفوز بالسرعات الهوائية أكثر. شوف مستوى المنتخب الوطني كان نظن بلي متوسط إلى لا بأس به في كثير من الأحيان، ذلك نظن بلي اليوم لعبوا بزاف دي طون فور للمنتخب الوطني الجزائري، ولو كمل الطون فور خاصة في الشوط الثاني قبل ضربة الجزاء هذيك اللي نظن بلي اللي هي خطأ فردي ساذج بالنسبة لي أنايا من أية نوري باش دير خطأ كيما هذاك، نظن بلي خطأ قلب الأمور كامل في أن طون فور للفريق الوطني. لو ممكن ما كانش ضربة الجزاء هذيك المنتخب الوطني يزيد يضغط أكثر على بوركينا فاسو. منتخب بوركينا فاسو ما ننساوش بلي منتخب تقني يلعب مليح كرة القدم، يستحوذ كثير على الكرة، ولكن من لما نشوفوا اليوم أقل من 40% استحواذ تاعو، 35% نعرفوا بلي المنتخب الوطني الجزائري كان مستحوذ أكثر. الشيء الملاحظ في نضم لي في الإحصائيات كامل شيء فقط اللي نضم لي ما عجبنيش، يعني لأن هو التمريرات الطويلة، اعتمدنا كثيرا على التمريرات الطويلة، 57 تمريرة معناتها 57 شيء كثير بالنسبة للفريق تقني يلعب كرات صغيرة. احنا عندنا لاعبين بن سبعيني ولا ماندي اللي تبدا منه الكرة دائما يلعبوا كرات صغيرة، اليوم شفنا 57 تمريرة. لذلك نقول هذا الشيء لازم يعمل له المدرب حساب باش نلعبوا دائما تمريرات قصيره ونروحوا، انا جو بريفير نروحوا بدو دو زاتاك تروا زاتاك هجمتين ولا ثلاثه مفيدتين خير ما نروحوا ب 20 تمريره طويله وما نستغلوهمش.